فقرة سكوب النهاردة هتبقى رمضانية جدا، حاجة كده هتفكرنا برمضان بتاع زمان وبكل الأعمال الجميلة اللي كلنا فاكرينها لحد دلوقتي واللي مهما نشوفها مش بنزهق منها أبدا. مين فينا مثلا مش فاكر لحد دلوقتي تتر ليالي الحلميه او ارابيسك او لن اعيش في جلباب ابي وغيره وغيره من الاعمال الجميله اللي سابت علامات فينا كلنا. اول ما بنشوف الحاجات دي تلاقي نفسك كده من غير ما تحس بتسرح في زمن وايام جميله وتقعد تفتكر كل ذكرياتك وانت صغير. عايز اقول بجد لكل الاجيال الجديده اللي ما شافوش الايام دي ان فاتهم كتير قوي، فاتهم اننا كلنا كاسره كنا بنقعد قدام القناه الاولى عشان نتفرج ونتابع اعمال رمضان. اقدر اقول كده بكل صراحه وثقه بدون تردد ان القناه الاولى كانت بتجمعنا كلنا، كانت بتلم العيله والصحاب والقرايب وقت الفطار وكمان بعد الفطار، وده عمل للجيل اللي عايش الايام دي ذكريات جميله مش ممكن تتنسي ابدا مهما عدت السنين. طيب تعالوا نروح نشوف الناس رايها ايه ويا ترى فاكرين ايه من الاعمال الجميله دي وايه اللي لسه بيحبوا يتفرجوا عليه لحد دلوقتي. العمل اللي بيفكرني برمضان زمان الفوازير، ونفسي يبقى موجود دلوقتي، يبقى موجود في التلفزيون دلوقتي، لان مفيش حاجه دلوقتي زي الفوازير الجميله اللي كنا بنشوفها زمان بتاعت نيلي وشريهان والكلام ده كله. العمل اللي انا بحبه ولسه ما زهقش منه ابدا واتمنى انه كان يبقى برضه له اجزاء ثانيه هو زي الشهد والدموع وليالي الحلميه، هم دول دايما اللي فكرونا باجواء رمضان يعني. وانا ما شفتش حاجات زمان قوي يعني، بس كنت بشوفها على النت وكده، في مثلا فوازير رمضان، الف ليله وليله، بوجي وطمطم. من الاعمال اللي لو لسه ما زال موجوده لحد دلوقتي انا اتفرج عليها بدون ملل طبعا نيلي، فوازير نيلي كنت تحس ان هي يعني علامه مميزه من علامات رمضان، وكذلك شريهان والله يرحمه الفنان العظيم سمير غانم في فوازير سموره فطوطه، رغم ان انا سني 54 سنه بس الحاجات دي لو معروضه لحد الان انا هتفرج عليها. العمل اللي كنت اتفرج عليه من رمضان زمان لو موجود دلوقتي بكره رشيده. نفسي المسلسلات اللي هي بتاعت رأفت الهجان، المسلسلات ليالي الحلميه، الاجزاء الاولانيه كلها كانت جميله كلها كويسه، ومسلسل تاريخي الفرسان دي جميله برضه، و ولم اعيش في جلباب ابي برضه كويسه برضه كانت جميله، كلها كانت مسلسلات كويسه جميله. ليالي الحلميه بالذات الصراحه اسامه انور عكاشه كان بيكتب كويس جدا وبيعرفنا حاجات كتير قوي عن المناطق الشعبيه وعن الحياه الجميله اللي في مصر وازاي الناس كلها بتتعامل مع بعض بمحبه واخاء، يعني كان مناسب قوي لرمضان وبيعرفنا حاجات كتير قوي عن الكالتشر الموجوده في مصر وكانت بتفرق كتير قوي معانا كلنا، بتلم الاسره كلها. اكتر حاجه فاكراها مسلسلات واعمال رمضان زمان هي ليالي الف ليله، ليالي الف ليله وليله، وفوازير نيلي وشريهان، الفوازير عموما والاعلانات حتى كانت الطف من الاعلانات بتاعت دلوقتي، فدي اكتر حاجه بتفكرني برمضان، دي اكتر حاجه لو اتعادت تاني هشوفها. اكتر حاجه بتفكرني برمضان زمان واحنا صغيرين بوجي وطمطم، الف ليله وليله، الفوازير عموما كانت كلها بتفكرنا بزمان واحنا صغيرين. وعلشان نقعد نتكلم عن رمضان زمان واعمال رمضان زمان اقدر اقول لكم اني عايزه حلقات كتيره مش حلقه واحده وبرده مش هيكفوا، وبكده تكون خلصت فقره سكوب.